ميدو، برحب بيك يا بكل نجوم الاستوديو التحليلي. كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا مدير الكره بالنادي الاهلي، ببارك لك يا كابتن سيد، فوز مهم وزي ما قلنا قبل كده تحديات كبيره، لكن النهارده باين الروح وباين الاصرار. لا في يمكن شغل مختلف وفي محاضرات كتيره اتكلمنا عليها. كابتن سيد، بتشوف النهارده الجيم ازاي وبتشوف اليوم النهارده ازاي؟ يعني الحمد لله طبعا برضو ما زلت بقول ان احنا في مرحله صعبه، ومرحله بالتاكيد مش هتنتهي في يوم وليله، وبرضو باكد ان هي المرحله دي بتتطلب الروح والجدعنه والرجوله والشهامه وكل حاجه في الصفات، يعني لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا باذن الله من خلال العناصر المميزه اللي موجوده ومن خلال الاصابات اللي بترجع لنا او اللعيبه اللي بتبقى في اصابات وتخش معانا في الفرقه، ومن خلال التدعيمات اللي جايه باذن الله تعالى. المرحله برضو صعبه جدا، مش سهله خالص، خدنا منها 4 لقاءات من اصل 9، فاضل 5 لقاءات، فيهم منهم 2 كمان في افريقيا. هنشوف سعد كمان، هو كمان النهارده حته الخلفيه، فبالتاكيد برضو هنشوف جهاز الفني وكابتن محمد يوسف هيعالجها ازاي. لكن الحمد لله رب العالمين، انا من وجهه نظري الشخصيه ان انا في المرحله الصعبه اللي زي كده ما فيهاش حسابات، ما تقعدش تحسب اللي جاي واللي بعده واللي بعده، انت عايز تاخد النهارده وبعد كده تشوف المباراه اللي جايه حساباتها بقى وتفكيرها هيبقى عامل ازاي، وبعد كده اللي بعدها واللي بعدها، يعني كل مباراه على حده. يعني مش بنقول شمعتك يا كابتن او بنقول ظروف، لكن سوء التوفيق والبدلك اللي بيقابل اللعيبه من اصابات وغيابات واضح ان ليه تاثير كبير جدا، بتتعاملوا ازاي مع الامر ده؟ لان امر غايه في الصعوبه يا كابتن. ما عندوش سوء توفيق ولا حاجه، عندنا اصابات هنتعامل معاها، وعندنا طاقه ايجابيه حوالين الفرقه كويسه جدا من خلال اللعيبه المميزه اللي بترجع لنا كمان، ومن خلال اللعيبه اللي موجوده، ومن خلال حتى العناصر الخبره اللي بتبقى موجوده بشكل كبير جدا. عايزين طاقات ايجابيه حوالين الفرقه بشكل كويس، وده موجود الحمد لله رب العالمين. اللعيبه مبسوطه جدا وهي رايحه التمرين، مبسوطه جدا وهي بتلعب، الروح تبقى عاليه جدا، الاصرار يبقى عالي جدا جدا في الكرات المشتركه، في الكره الثانيه، في الالتحامات والمعاملات مع الخصم، ايا كانت الظروف وايا كانت مجريات المباراه، هي دي اعتقد ان اللي ممكن تعدينا في الفتره ديت، وبعد كده ان شاء الله الرحمن بالتاكيد هيبقى حساباتنا اخرى ثانيه. مكسب مهم، وهو مروان محسن وليد ازارو كمان الايقاف، يمكن النهارده مروان بياخد مباراه، ما هيبقى موقوف كمان وليد ازارو في المباراه الاولى بالنسبه للبطوله الافريقيه، على ما اعتقد يمكن مجهود كبير من الجهاز الفني ان هو يتم دفع مروان. زي ما قلت لك يعني برضو امبارح كان وليد ازارو بيعمل اشعه على الخلفيه، في جهاد في العضله الخلفيه، فعشان كده ما كانش موجود معانا النهارده. اللي عايز اقوله لك برضو واكد عليه ان احنا بناخد المباراه كل مباراه على حده، مش عايز يعني في بعض الاوقات او كتير من الاوقات بتعمل حسابات، يعني عندي ماتش بعد اسبوع، عندي ماتش مهم بعد 10 ايام، عندي ماتش اللي جاي مهم قوي، فبتريح بعض العناصر لو كده يعني. لكن اعتقد انا في الوقت الحالي ما عنديش الحسابات ديت، او الجهاز الفني ما عندوش الحسابات ديت، انت عايز تاخد كل مباراه عشان ما يبقاش الامور صعبه عليك. يعني الطاقه الايجابيه اللي اقصدها ان انت من مكسب لمكسب لمكسب لمكسب، صحيح بي 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 بتنقص عناصر زي ما نقصنا في حسام عاشور، زي ما نقصنا في وليد ازارو، لكن عندنا ثقه في كل المجموعه. دي مرحله قلب جامد. يعني المباراة الأفريقية وأخيرا مش طولش عليك، المباراة الأفريقية ويمكن البداية إن شاء الله للبطولة الأفريقية، بتشوف البداية إزاي وبتشوف أول مباراة إزاي مع فريق بطل أثيوبيا؟ بالتأكيد برضو يعني الفرق اللي هي ما بتبقاش لها تاريخ كبير لازم يبقى فيها احترام شديد جدا في التعامل معاها، لازم يبقى يكون في حرص شديد جدا، في حذر شديد جدا وانت بتتعامل مع المباريات الاولى. يعني كابتن عادل مصطفى سافر وشاف الفرقه وشاف امكانياتهم وقدراتهم، وعمل تقرير لكابتن محمد يوسف، على قصر ان شاء الرحمن باذن الله نبدا نتعامل مع اللقاء، وان شاء الرحمن باذن الله نكون موفقين باذن الله. شكرا.